السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكمل مع بعض حل المسألة. احنا بعد ما جبنا الكوميونيتيف المفروض نجيب ايه؟ انترفال اوف راندوم نمبرز، صح كده؟ طيب دي كانت تالت خطوة، فأنا رسمتها هنا تمام، وكتبت الكوميونيتيف الناتج النهائي، يعني بدل ما زائد دي وكده، لا أنا كتبت الناتج النهائي. طب الانترفال راندوم نمبرز نجيبها ازاي؟ أنا هقول لك على حل سهل جدا، وده اللي احنا ماشيين بيه والدكتور مشيت بيه، ولو انت وهقول لك على حل تاني لو عايز تمشي بيه، تمام؟ جميل جدا. قال لك ايه الحل السهل؟ انت بص بتبدا من 0 0، بتبدا من ال 0 0 تمام، بتبدا اسف من 0 1 2 لحد فين؟ لحد الرقم اللي في الكوميوليتيف اللي بعد العلامه، لحد كام؟ 0 5 اسف لحد 0 5 تمام. تيجي طب تيجي نجرب واحده ثانيه، تعال نجرب واحده ثانيه. هتبدا ايه؟ تبدا من كام بقى المره دي؟ انت بتبدا من اخر رقم انهيت بيه زائد 1. طب 0 5 زائد 1 هيبقى 0 6، 0 6 2. ايه بقى الرقم اللي هنا بعد العلامه؟ 15، لحد 15 تمام. طب هنا اخر رقم انتهيت بيه 15 زائد 1 16 2. طب هنا الرقم اللي بعد العلامه اللي هو كام؟ 35، صح كده؟ جميل. هنا من 36 2 تمام، لحد كام؟ 65، صح كده؟ جميل جدا. هنا من 66 2 تمام كده؟ 85، صح كده؟ وهنا من 86، من 86 2 لحد بقى كام؟ احنا بنكتب 2 ديجيت بس، ملحوظه اول ملحوظه لازم تاخدها ان احنا بنكتب 2 ديجيت بس. فهنا هل هتكتب 100؟ هو فعلا اصلا بتوصل ل 100، بس انت ما بتكتبش ال 100، بتكتب 0 0. عارف ليه بقى قلت لك خد الرقم اللي بعد العلامه على طول؟ وهنا ليه كتبت 1.00؟ عشان تمشي على طول، يعني تمشي كده، تمشي على طول ما تلخبطش نفسك تمام، اللي هو من 86 لحد الرقم اللي بعد العلامه اللي هو 00 تمام كده. جميل جدا. تاني احنا بنعمل ايه؟ بنبدا من 01 لحد الرقم اللي ايه؟ اللي هو في الكوميوليتيف اللي بعد العلامه، بعدين بتجمع على اخر على الرقم دوت واحد في الكولوم اللي بعد في الرول اللي بعده، ولحد فين؟ لحد الرقم اللي بعد العلامه وهكذا برضه تمام، لحد ما توصل للاخر. المفروض بتوصل ل 100، بس احنا ما بنكتبش ال 100، احنا بنكتب 0 0 تمام. ده فعلا اللي كان في المحاضره هو تمام، لحد 15 16 35 36 66 وهكذا تمام كده. جميل جدا. كده فاضل لنا خطوه ايه؟ اخر خطوه اللي هي ايه؟ ان احنا ناخد اللي هو الراندوم نمبر، صح كده؟ اربعه. أربعة كانت إن إحنا نجيب الراندوم نمبرز تمام؟ طب هو الراندوم نمبرز ده أو آخر خطوة دي بتحسبها إزاي؟ بص بقى يا معلم، ركز كده معايا تمام؟ بص أنت دلوقتي قبل بس ما نكمل قال لك جنريتنج راندوم، جنريتنج راندوم نمبرز بنجنريت منين؟ بص راندوم نمبرز كان بي جنريتد إن سيفرال ويز، ممكن نطلعه بطرق مختلفة كتير. قال لك في اللارج سيستم تمام، أو في اللارج بروبلم إحنا بنستخدم الكمبيوتر بروجرام تمام؟ لكن في السمول قال لك بنستخدم ايه؟ زي مثلا الرولت ويل دي. ايه بقى موضوع الرولت دوت؟ الرولت دوت اللي هي البتاعه اللي بتكون في البار تقريبا او حاجه زي كده. يعني لو جينا كده ودخلنا على صور تمام، وكتبنا رولت تمام، هنشوف شكلها اهوت. ده الشكل بتاع الرولت تمام. جميل جدا. فقال لك ايه؟ احنا بنستخدم حاجه اسمها راندوم نمبر تيبل تمام، because everything ركز عشان الكلمات المتلونه دي ممكن تيجي من الامتحان. everything is random in a random number table. مين الراندوم نمبر تيبل اللي انا قلت عليه اهوت؟ ده الراندوم نمبر تيبل تمام. فهو قال لك ايه بقى؟ هو كده جايب لك سامبل تمام. فهو قال لك ايه؟ قال لك احنا بنسلكت راندوم نمبر. مين اللي بيسلكت؟ احنا. طب مين اللي بيقول لنا نسلكت منين؟ الدكتور هتحدد انت طبعا، انت مع نفسك انت تختار اي حاجه، لكن الدكتور عشان تخلي كل واحد في الامتحان لازم تحدد لك انت هتختار منين بالظبط، او تبدا منين وتنتهي فين، او هتبدا من انهي رو او انهي كولوم. انت ممكن تقول لك تبدا من الكولوم دوت، او ابدا مثلا من الرو دوت، يعني الرو كده، او ابدا من الكولوم كده تمام. جميل جدا. ولازم تاخد حاجه يعني ايه كونسيكويتيف، تاخد متتالي على بعض، ما ينفعش تاخد دوت وتنط وتروح واخد دوت، تاخد ورا بعض تمام. دي حاجه. جميل جدا. فهو قال لك ايه؟ قال لك ان احنا هنبدا من الراندوم نمبر اللي هو 52. تعالى كده ندور على 52، هو 52 وبعدين 37 وهكذا، اللي هو دوت يعني من 52 لحد، قال لك هو اصلا كان عايز يعمل سيموليت لكام يوم؟ ل 10 ايام. كان عايز يعمل سيموليت ل 10 ايام. فانت هتلاقي 52 ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هم 10 فعلا بالظبط تمام. فتيجي كده تروح كاتب الدايز، تيجي هنا تروح كاتب الدايز تمام،
الدايز تمام، الراندم ران دم راندم تمام، راندم نمبر تمام، وبعدين اخر واحده بتكتب ايه الديموند تمام، تقريبا كده هي الديموند تمام، اه سيميوليتد ديلي ديموند تمام، او اكتبها الديموند على طول. طب بتكتب ايه في الدايز؟ اول يوم تمام، تاني يوم تمام، نمسحها كده نكتبها فوق هنا، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، ثامن يوم، تسع يوم، 10 يوم تمام. احنا قلنا ايه الراندوم نمبرز اللي هناخدهم؟ قال لك ان انت هتاخد 52 صح كده، 52، 37، اسف 37، بعدين 82، 69، 82 تمام، 69، بعدين 98، 96 اللي هو ضبط يعني 98، 96، 33، 98 آسف 98، كان 99 بعدها، لا 96، 96 آسف يا الله 96 تمام، بعدين 33، 50، 33، 50، بعدين آخر رقمين 88، 90، 88، 90. بص بقى يا حاج، الديموند ده بتحسبه ازاي؟ انت دول كده، انت ده جيفين كده، بيقول لك ابدا من كذا، فانت بتروح راسم كذا، وبيقول لك سيميوليت لكام يوم؟ ل 10 ايام. ده بقى بتحسبه ازاي؟ بص بقى يا حاج، تاخد اول رقم الراندوم نمبر دوت موجود في انهي انترفال، في انهي رينج؟ 52 موجود في الرينج اللي هو من 36 ل 65 صح كده، موجود في الرينج ده، فتروح جاي كده وجايب ايه الديموند بتاعه. طب هو الديموند دوت كان في انهي رو؟ المفروض انت طبعا نكون كاتبين حاجه زي كده، يعني المفروض نكون كاتبين هنا الديموند تمام، هو هنا عامه يعني في الرو اللي هو 1 2 3 4، فتروح جايبه من فوق اللي هو الرابع، 1 2 3 4 اللي هو 3. طب نكتبها هنا عشان ايه في السريع كده، ديموند تمام، هنا 0، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5، ونعمل مسطرة كده عشان بس ايه، عشان مش كل شوية نطلع ونلخبط نفسنا تمام. جميل جدا تمام، بعدين نكمل. قال لك ان 52 دي في انهي رينج؟ 52 دي في الرينج اللي هو كام؟ اللي هو من 36 ل 65 صح كده؟ فتروح كاتب هنا ايه؟ 3. طب 37 في انهي رينج؟ من 36 اهو 37، بعدين 37، فتروح كاتب برضه 3 في الرينج ده. طب 82 في انهي رينج؟ من 66 ل 85 اللي هو رينج 4 صح كده؟ جميل جدا. 69، 69 في الرينج اللي هو 4 برضه صح كده؟ يعني نبص كده نلقي نظرة نشوف احنا ماشيين صح ولا غلط ولا ايه الدنيا. اه 3 3 4 4 اهوت الحمد لله تمام. 98، 98 اكيد طبعا في الرينج رقم 5 تمام، 96 في الرينج رقم 5 برضه، 33، 33 في الرينج رقم 2 صح كده اللي هو ايه من 16 ل 35، 50، 50 في الرينج رقم 3 3. طب 88، 88 في انهي رينج من دول؟ في انهي رينج من الارقام دي؟ 88، 88 هنا اكيد في الرينج رقم 5 صح كده، وده برضه في الرينج رقم 5 اللي هي 90 يعني تمام. بعد كده الخطوه الاخيره بتعمل ايه؟ تروح جامعهم على بعض تمام، تروح جامعهم على بعض تمام، واقسمهم على عددهم. بمعنى تعالى كده نبص نشوف عملت ايه الدكتور، هنا مجموعهم كان 39 تمام، 39 تمام، بتقسمهم على كام؟ على عددهم، او بتقسمهم على 10 ايام يعني تمام، اللي هو زي ما الدكتور كاتب اهي توتال 10 داي، 10 10 دايز او 10 داي ديمون تمام، فتروح قاسمهم على 10 تمام، هيدوك كام؟ هيدوك 3 و9 تمام، هيديك 3 و9 افريج ديلي ديمون دي فور تاير تمام كده. طب جميل، انت بقى الدكتور بتقول لك كمان، بص هو حتى بيقول لك ايه نوت ذات ذا افريج ديمون فروم ذيس سيميليشن از ديفرنت فروم اكسبكتد ديلي ديمون. طب الاكسبكتد انت بتحسبه ازاي؟ بص اعمل حاجه بكل بساطه، انت بتقول له ايه في الاكسبكتد، الاكسبكتد القانون بتاعه كده سيميوليشن من زيرو اللي هو من زيرو ايه الرقم ده
الرقم ده اللي هو فين؟ بيكون انهي واحد؟ اللي هو بيكون في الاول خالص، اللي هو الديلي دومن، لانه بيقول لك اكسبكتد ديلي دومن، فهتبدا من الزيرو لحد الخمسه. تمام كده؟ من زيرو لحد خمسه. ادي من زيرو لحد خمسه سمشن. بروبابيلتي اوف اي في الديموند اوف اي. ايه البروبابيلتي وايه الديموند؟ اهوت اللي احنا لسه حاسبينه يا جماعه والله. ماشي؟ اللي احنا لسه حاسبينه. ادي البروبابيلتي وادي الديموند، تمام؟ فبكل بساطه هتروح قايل ايه؟ من زيرو لحد خمسه، فالبروبابيلتي اوف اي، بروبابيلتي اوف اي اللي هي ايه؟ كانت اول رقم 5 من 100، صح كده؟ في 5 من 100 فين؟ في الديموند اوف اي اللي هو معنى صح اللي هو ايه؟ من الاي، يعني تضربه في الاي يعني اللي هو ايه؟ في زيرو زائد سمشن بقى. بروبابيلتي اوف اي اللي هو بروبابيلتي يعني ايه؟ تاني بروبابيلتي اللي هو ايه؟ 1 من 10 فين؟ في الواحد، زائد 2 من 10 اللي هو تالت بروبابيلتي، تضربه فين؟ في الاي، في الاي التالتة اللي هي 3 لحد ما توصل للخمسة، تمام؟ وتجمعهم على بعض هيديك كام؟ 2.95. ايه ده؟ الاثنين مختلفين عن بعض، يعني هو تقريبا كان متوقع ان الناتج اللي يطلع له بعد ما يعمل سيميليشن قريب من ده او بيساوي ده، تمام؟ او يمكن اقل منه، مش عارف قوي الصراحه، بس ممكن ايه يعني هو يكون قريب من ده، بس الناتج طلع كبير شويه. فبيقول لك ايه تحت بقى؟ انت كل شويه كل ما تجرب كل ما تجرب، تمام؟ الرقم دوت هيقرب من الرقم ده، تمام؟ يعني احنا عايزين الرقم ده يقرب من الرقم ده، تمام؟ بس طبعا احنا مش هنجرب في الامتحان، احنا هنمشي المساله على طول، تمام؟ جميل جدا. طب هو احنا لما نيجي نعيد ونزيد في المساله، ايه اللي هنغيره؟ تفتكر ايه اللي هنغيره؟ هي كل الخطوات ثابته ما عدا ايه؟ ما عدا الراندوم نمبر. ما عدا الراندوم نمبر هو اللي بيختلف. راندوم نمبر هو اللي هيفرق معاك في المساله، تمام؟ يعني انت لو خدت راندوم نمبر من رو تاني اكيد الناتج هيطلع لك في الاخر مختلف، تمام؟ فاللي هيختلف لما تيجي تحسب المساله تاني ايه اللي هيختلف عن اللي فات اللي احنا حسبناه؟ الراندوم نمبر، تمام؟ جميل جدا. نعيد تاني بقى اللي احنا خدناه كده بسرعه سريع كده. الديموند فورتاير والفريكوينسي دول جيفن، تمام؟ من خلالهم حسبنا البروبابيلتي. تاني خطوه حسبنا الكوميوليتيف. تالت خطوه حسبنا الانترفال راندوم نمبر، عرفنا نحسبه ازاي. طب الطريقه التانيه اللي احنا نحسبه بيها ان انت بقى ترسم بقى زي ما مكتوب كده، ترسم وتبدا تشوف بقى، ودوت هيكون في الانترفال ايه؟ في اول انترفال، طب دوت في تاني انترفال، وده في تالت انترفال، وهكذا. فعشان نسال على نفسنا زي ما الدكتور قالت كده، نمشي الطريقه دي اللي هو ايه؟ تبدا من واحد وتنتهي عند الرقم اللي بعد العام 20. بعدين بقى بتروح ايه؟ هو عايز يعمل سيميليت لكام يوم؟ قال لك انا عايز اعمل سيميليت ل 10 ايام يا عم الحاج، تمام؟ جميل جدا. هو بيحدد لك، هو اللي بيحدد لك انا عايز اعمل سيميليت لكام يوم، تمام؟ وهو اللي بيحدد لك كمان في المساله لما تيجي ان شاء الله في الامتحان، هيحدد الدكتور ان احنا ايه الراندوم نمبر اللي نبدا من عنده، تمام؟ سواء من عند الرو كذا او من عند الكولوم كذا. لكن لو انت مع نفسك كده، انت بتبدا تاخد اي راندوم نمبر وبتمشي كونسيكويتيف متتالي، تمام؟ بعدين بعد ما تاخد المعلومتين دول، انت بقى بتروح تحسب الديموند زي ما احنا شفنا. الديموند اللي هو ايه؟ بتروح تشوف الرقم ده في انهي رينج وتاخد الديموند بتاعه، تمام؟ بعدين بتروح قاسمهم على، تجمعهم وتقسمهم على ال 10 ايام، تمام؟ اللي هو ايه؟ هيطلع لك 3 و9. بعدين اخر خطوه خالص بتروح تجيب الاكسبكتد ديلي ديموند، الاكسبكتد ديلي ديموند، تمام؟ اللي هو بتمسك كل رقم تضربه في البروبابيلتي بتاعته، تمام؟ زائد يعني تمشي بقى ايه؟ بتعمل بقى ايه؟ اللي هو سمش زائد تاني رقم تضربه البروبابيلتي بتاعته لحد ما توصل ايه؟ لاخر رقم تضربه البروبابيلتي بتاعته. تشوف هل الاكسبكتد زي اللي انت حسبته؟ زي الديموند الديلي ديموند اللي انت حسبته دوت؟ تمام؟ لو قريب منه تمام، يعني انت كده قربت توصل يعني احسن سيميوليشن، تمام؟ لو مش قريب منه تفضل تعيد وتزيد في المساله وتغير في الراندوم نمبرز بس. انا اسف ان انا طولت، تمام؟ احنا كده خلصنا المساله، ان شاء الله في الفيديو الجاي نبدا ناخد مساله من السكشن بقى ومسالتين من السكشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.